الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. هذا الواقع اللي وقع بها الأولاد احنا ما كناش نعرفوا هذا الطريق هذه اللي راهي متكونة وما عندنا خبر لها الشيء، وهالولاد كانوا ناس فلاحة وما عرفنا كيفاش داروا حتى تشمتوا وحتى لعبوا بيهم وخلى ولادهم ايتاما وحكموا عليهم بهالسنوات كبيرة. وحنا راه كنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللهم انصره ولا ينصر عليه، اللهم انصره، اللهم طول في عمره بحق لا اله الا الله وبحق محمد رسول الله. وهذا السكن اللي كانوا يسكنوا فيه الناس اللي كيقولوا عندهم وعندهم اللي عندهم شي حاجه يجي يوديوها، ها السكن فين كانوا يسكنوا حتى وقع بهم هالواقع هذا وشمتوهم، وحنا ناس فقراء وما نعرفوا لهالشي وما عندي لا تقاعد. وانا اللي خدمت في الجيش في الجيش التحرير ملي كان القرطاس، انا اللي خدمت ولا 15 عام 53 54 55 56 حتى جا الملك الله رحمه الله، وحنا اللي كنا نجريو وكنا مضحيين بعمارنا في طوع الاستقلال في حق محمد الخامس رحمه الله وفي حق ولي عهده ذيك الساعه الحسن الثاني. انا اللي كنت فوت من الجيش من ملحقه تعرفي حتى لتفسيت في الليل ولا شدوني مشيت لنا ولا العائله ديالي، وانا اللي نظمت على محمد الخامس في النهار اللي رفدوه. بسم الله ننظم صلوا على زين الخاتم على الامام هاشم وباسمه نستعين. سمعوا القولي يا ناس ما شافت عيني ونهار سيدي والشيب اللي صبيان، نهار رفدوه على اولاده عزلوه الكفار غدروه شفاو فيه العديان عامين وشهر والعرش كله مكسر لا حد يهدر كثروا صحاب السنيان. اجتمعوا الرياس وجاو من كل بلاص الفاطمي السياس الوزير ولد سليمان، داروا العهد في الدار ما يبقى حد لا بنت لا ولد حتى موات صبيان. بكاو الشريفات البنات السنيات على الخد معات ما سخاوش بالسلطان، قولوا سيدي كيفاش داير عيدي وحكمنا يهودي ويقرقبوا في البيبان. عامين وشهر والعرش كله مكسر لا حد يهدر كثروا صحاب السنيان. اجتمعوا القياد باش اوان داروا ميعاد، باعوا الوكاد ولد الرسول العدلان، الزعيم علال قال لهم ذي الشي محال تكونوا على بال نخبركم في الجنان. ما يكون والو حتى يجي الملك وولده وتجي عياله يموتوا صحاب السنيان. فرنسا جمعت الباشاوات القياد ديالها، فاس ما كانت عندها الولايه، واسبانيا كانت عندها الولايه في تطوان، جمعوا ذوك القياد الباشاوات اللي كانوا معاهم وشدوا على الملك. نهار اللي دا ذاك السنيان تور الملك قال لهم انا علاش الشعب المغربي بغى الوطن ديالو، وحنا في ذيك الساعه كنا مضحيين بوليداتنا ومضحيين بعمرنا لا اجل جلالة الملك رحمه الله. وحتى لدابا كنطلبوا الله تعالى وتبارك من سيدنا محمد السادس نثره الله، كنطلبوا منه العفو، اعفو على من في الارض يعفو عليك على من في السماء، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، الطف بعبادك يا سيدي يا محمد، اعفو على اولادك احنا كل ولادك، ما عندنا شي حد من اللي كنستناه من غيرك كما كنستناو الله والرسول، كنستناو الرحمه ديالك ونستناو العفو ديالك يا محمد السادس نصرك الله. الله ينصرك ويعلي علامك، الله يجعلنا فيك البركه ويجعلنا البركه في وليداتك ويجعلنا البركه في العمل ديالك ويجعلنا البركه في التلبيس ديالك. الله يعلي علامك الى ما تشوف تحقق بهذا هذا الواقع اللي وقع بها الاولاد. هالاولاد هذو ما همش مولين هذه السلعه، ما همش يعرفوا لها السلعه. هالاولاد هذو كانوا يديو خضره وكانوا يخدموا جورني ويخدموا الفلاحه والسكنه ديالنا
لو كان يا سيدي تشوف هاد تقول رحنا ساكنين بحال الفيران، رحنا ساكنين بحال الفيران، باقي عندنا الديور القدام شي كم هرس، البيبان مفتوحين، لا قدرة لا غالبة إلا الله. وكنطلبوا من الله ومنك وبحق يعني الشعب المغربي اللي ناضلنا فيه وخدمنا فيه واحد الوقت ايوا سيدي لاجل باش نكونوا دولة عربية، باش ما نبقاوش ندخلوا على السبنيولي نقولوا له بونوزيا، وباش ما نبقاوش ندخلوا على الفرنساوي نقولوا له بوجور، باش ندخلوا على خوتنا السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا دابا كنطلبوا من الله ومنك العفو من عندك، اعفو على من في الارض يعفو عليك من في السماء، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، اكرم من في الارض يكرمك من السماء. وحنا رحنا ناس ضعاف وفقراء لا شيء علينا، غير باش نطلعوا عندهم ليال جديده ما عندناش لا قدره، لا عندها ثلاثه كل اللي عندها اربعه كاين كلها وما عندها، اللي عندها واحد ودابا اللي عندها واحد بغات تسمح، واللي عندها سته ديال الباشير ولدي عنده سته ديال الاولاد، والاخر عنده ثلاثه، واحد عنده زوج، واحد عنده واحد، دابا كلشي غادي يسمحوا، لانما المراه كتزوج باش تفوت الحياه مع الراجل ديالها، والراجل ديالها لما يكون 10 سنوات واش غادي تستنى هي؟ راه تسمح في البز، ودابا راهم متحزمين يسمحوا في الدراري الصغار، وحنا ما عندنا اللي يكون بهم، ما عندي لا تقاعد، ما عندي اللي يخدم عليا، ما عندي لا اللي يوكل لي ولا يشربني سوى الله. حنا ناس كلها فقراء، ولوكا يا سيدي تضحي اللي غادي يشوف السكنه ديالنا فين راهي غادي تشوف من حالنا. وكنطلبوا الله تعالى وتبارك الله يعلي علامك، الله يهزم ظلامك، الله يجعل سيدي رب العالمين فين ما حضرت تكون معك البركه ديال الله وديال جدك رسول الله وديال سيدي محمد بن يوسف. حنا اللي ناضلنا عليه وهو هبنا عمرنا على في هذيك الساعه مع الاستعمار مع سبنيول ومع فرنسا، وسبنيول عاد ما هداه الله ما دار والو، وبصح فرنسا خلات فينا التاريخ، حنا من حقات الريف، حنا من حقات الريف خلات التاريخ، شحال من ولاد قعدوا يتامى، شحال من بنات قعدوا يتامى، شحال من نساء العيالات قعدوا ارمالات، ولكن حمدنا الله منين جا الملك ديالنا ولا ثلاثه العياد ما عيدنا، دايرين لاراف والناس منها تخاف والطنق زفزاف على فم البيبان، قولوا سيدي كيفاش داير عيدي وحكمنا يهودي ويقرقبوا في البيبان. بكاو الشريفات البنات السنيات على الخد معات ما سخاوش بالسلطان. وحنا كلشي هادشي ديال تماره ديال ذاك الوقت فات علينا، وانا اللي كنتكلم معاك نتكلم معاكم راه في العمر ديالي 79 سنه مضبوطه. ولا غالبا الا الله. ما عندي لا اللي يجيب لي ولا اللي يوكلني. سوى المجورين الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. ولهذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وتبارك والعفو من عندك.